نظر بتسارع في جوبة. تعالوا تعالوا بس، ما عندنا لكم أي مقدمة ذاته. والرسالة دي للشعب السوداني ولجان المقاومة والناس اللي بيحمهم الوطن. يا جماعة ما في سلام في جوبة، سلام في جوبة سلام بتاع المقاعد عادين كده. ده الناس دارين لهم 80 مقعد برلماني، دارين 80 مقعد برلماني، عشان هم بعد ما يجوا قال في 80 مقعد برلماني ديل بعد ذاك هم يجوا يمشي يفتشوا شنو بعد ذاك بيقوم بعملوا قال حكومة، بعد ذاك هم بيحافظوا على السلام كيف؟ قال لما نجي نحكم بعد ذاك كل حاجة بتنتبه. كيف انك انت لما تيجي تخش تحكم تجيب السلام؟ السلام انت ما جبته من برا وما طالبت به في اتفاقياتك، ما طالبت بالسلام، ما طالبت بالسلام، طالبت بالمناصب. يقول لك احنا ما مطالبين بالمناصب، اقسم بالله انتوا كذابين. رايك شنو في لقاء الليله؟ اللقاء كان معاد بتاع بين ياسر عرمان واسمه ده، بجيبوا لك هسي هنا ده تسمعه، هسي هنا ده اسمع الكلام ده كويس. ممكن الناس تلفزيونات السودان الناس خلتها ما قاعده تسمع، لكن انا بجيب لك هسي عشان انت تسمع الكلام ده. وذاته شنو قالوا؟ شنو الحاصل؟ شنو؟ لانه تلفزيونات السودان نحن ما قاعدين نحضرها، ما الناس ما بدوروها، لكن انا بجيب لك حاجه وهسي ده تشوفه مباشره عشان ما بدور يجي يكذب عليك. عشان ما في زول يجي شنو يكذب للناس، يقول والله نحن يا اخي احنا جايبين السلام والسلام جاي. ما في اي سلام هذول. يقول لك احنا ما قاعدين نعمل محصصات. لا انتوا قاعدين تعملوا محصصات، انتوا المحصصات زاركم ما زول تاني. نعم الشير ولايك السلام. وبموجبه دخلت بعض الحركات، والسيد مناوي كان كبير مساعدي الرئيس، مش المساعد انما هو كبير مساعدي الرئيس، فهي دخلت في الحكم. خلي الكلام ده يكمل، ودير كلهم قاعدين لما ننتهي، ومهم جدا بعد ذلك ندقهم لك، ندقهم لك لما الشيطان ديمرو وجربت وما تحقق السلام. فمعنى ذلك توقيع اتفاق سلام، والجماعة دي كلهم قال كده وقعوا بناسهم. أي واحد أي حركة منفصلة وقعت اتفاق سلام مع الحكومة. لا اتوقعته في الدوحة، في وجود خليل. المهم هم كلهم يعني وقعوا اتفاقات سلام من السابق، لكن ما ثبت أنه التوقيع بيحقق سلام. والسبب أنا شايفه حتى الآن وكويس، يعني بعض الإفادات اللي سمعتها الآن هنا هي بتشي بهذا اللي بيحصل. يعني هسه حاليا طلب الضمانات او طلب التمويل، طلب تمويل ل ل ل لتمكين السلام او لاحقاق السلام. وانا شايف انه اكبر اصول بتمول هو تحقيق السلام. يعني انا متاكد، انا مولود في انياله، انا متاكد مواطن دارفور مجرد السلام هو في حد ذاته بالنسبه له السلام، انه يجي في مزرعته ويزرع ويتابع. المشكله في حد ذاته هو خلاص استعاد حياته الطبيعيه، هو قادر على، لانه انسان منتج جدا ومنطقه منتجه، هو قادر على انه يصنع الحياه ودوره الحياه الاقتصاديه. الان هي موضوعه بالمعكوس، انه مفروض التمويل ليعود هو لي، بينما هو فقط مفهوم السلام عشان يتحرك. انا في تقديري يعني، وده يعني لو خارج، لو طرحت خارج السياق قليلا، انا كان في تقديري انه الحركات المسلحه عموما او حركات الكفاح المسلحه من البداية تبدأ أسس وضع اتفاق السلام على محاصصة المصالح، يعني مش محاصصة في الـ في الـ في المركز مناصب، إنما مصالح هذه المناطق. يعني كنت أنا لو كنت رئيس واحدة من الحركات المسلحة لا قدر الله يعني أعمل لك حركة، كان أول طلب بطلبه من الحكومة المركزية إيقاف أي تنمية. شارع زلط كيلومتر واحد في الخرطوم لا يقام، يقام في ليرتيتي، مش لانه ما بالمدخل بتاع هامش ومركز والكلام اللي بيقول ياسر عرمان، حكايه مشكله هامش ومركز والكلام ده، لا،
مش حسابات ربح وخسارة، حساب تجارة، دولار في نيرتيتي بعد سنة واحدة بيرجع 10 دولار، دولار في الخرطوم ولا بعد 100 سنة، هو استهلاك، استهلاك موارد، لأنه دي ما منطقة إنتاج، دي منطقة استهلاك. إذن بمنطقة التنمية القومية لربح السودان كله، التنمية يجب أن توجه للمناطق دي والمنطقتين برضو. يعني أنا سمعت من واحد من كبار السفراء، هو زار منطقة جبال النوبة قبل ما تشتعل فيها الحروب، كان مستغرب، قال أنا والله في زرت دول كثيرة لم أرى مثل هذه الأرض. البل جاي ترى بعد الكلام دول لما نقرب ببل النازل، وانا جاي ابلهم زياده عمل شير ولايك، خب بلهم في اللي هذا، وانا جاي ابلكم زياده على الاطلاق الريسورسز الموارد الطبيعيه الموجوده فيها. اذا دي مناطق اصلا هي تحتاج لتمويل، يعني ما قسمت ثروه، الثروه القوميه يجب ان توجه للمناطق دي بمنطق أنها هي منتجة وقابلة بأنها تستريد المادة سريع جدا، دعاية سريع جدا لصالح الدولة القومية. فإذا مثلا ما يرجع سكان القضية في دارفور، ما يرجع معسكرات، ما يرجع نازحين، ده طموح متدني جدا. المواطن القاعد في المعسكر 15 سنة ده ما مهمته بعد كده، بعد كده في سنة 2020 ما عايز يرجع، عايز ما تستحقه هذه المنطقة من قدرة على أنها تستثير كل مواردها وثرواتها والاستثمار. أفتح الاستثمار، الحكومة ما عايز منها حاجة، فقط أفتح الاستثمار. ده عن المنطقة دي مفتوح دولي، هتلقى أنه المنطقة دي هتصبح كاليفورنيا السودان في منطقة في بمنطق بسيط جدا، من غير ما عايدين ورجع عايدين وعمل لهم قرى والكلام بتاع السياسة اللي مش عملوه في الدوحة، وفي النهاية اتضح أنه المليارات اللي دفعت ما غيرت الحال في بالنسبة للنازحين. أنا بذلك بقول استراتيجية السلام نفسها ما قائمة على تحقيق السلام هناك، لانه منطقه السلام مختلف كثير جدا عن المنطقه. وانا قلت للاخ ياسر، قلت للاخ انتوا لما طالبوا 75 مقعد في البرلمان عشان تعملوا شنو؟ يعني عايزين تعملوا ال 75 هل الان طيب ال 75 مختلف مع المنهج الان تم بيه؟ ما انا عايز اوريك المنهج، ال 75 اللي جايين جوا البرلمان عايزين شنو؟ طيب يا اخي الحاجه اللي انت عايزها دي لصالح منطقتك خليها هي موضوع السلام. يعني مش موضوع السلام اخذ 75 مقعد عشان اقعد انا في البرلمان اللي هنا جنب ملتقى النيليه، لا، اللي حاجه انت اصلا جايه في البرلمان خليها هي موضوع السلام في جوا. انا عايز في جوا مفاوضات سلام، انا عايز 10,000 كيلومتر مسفلت في دارفور، عايز سكك حديديه، عايز مطارات، عايز مصانع، عايز مزارع، عايز مشروعات. وده اتفاق السلام اللي وقع مع المركز لصالح دارفور، مخصصه مصالح. لكن لما في نهاية ألقى نفس الأسلوب بتاع الإنقاذ، هم الآن المنهج يقولون أن المنهج هم الضامنين لما يكونوا على سدة الحكم، هم الضامنين لتنفيذ هذه المشروعات التي ربما تناقش بعد ذلك برنامج عمل. هم جربوا دخلوا في الحكم، وكانت الحركة الشعبية دي ما هي عملت لنا قانون الصحافة والمطبوعات اللي بنكتوي بنار حتى الآن، هم الذين ما كانوا حكاما، الذين جربوا في النهاية ما عملوا حاجة. هم الحكم ما عنده ضمانات هنا، ضمانات الحقيقيه في تغيير مفاهيم الحكومه اللي هي يعني طالبه حتى في الحكومه المركزيه بتاعتنا دينا دي، نطالبه انه يغيروا طريقه التفكير بتاعته. ده الضمانات الوحيده. السودان ده عمره 64 سنه ظل بيدور في حركه مفرغه لافتراض انه حيتغير الوضع بمجرد تغيير الاشخاص. استاذ ياسر عرمان، العقليه هي نفس العقليه، يعني مناضل له خبره طويله في النضال وله خبره طويله حتى في المفاوضات وله خبره سياسيه كبيره. طيب كويس، البتاع ده حد هنا ما قطعته انا. يلا ياسر ارمان خدمته طويله في الحركه الشعبيه، لكن ماذا قدم الحركه الشعبيه؟ ياسر ارمان قدم لاسبيلي او انيانيوان شنو؟ ياسر ارمان ذاته بذات نفسه، انا اللي برد هنا. ياسر ارمان ماذا قدم؟ لما جاء السلام في 2005 فصل الجنوب نفس الاتفاقيه، وهو كان شريك للمؤتمر الوطني. ياسر ارمان العزي بيتكلم ده هو شريك، والحركة قاعدة والمشي جوبا فشلوا وفي جوبا فشلت. الآن هم قاعدين من تلفزيون النيل الأزرق لتلفزيون الخرطوم كويس، ودارين لهم 70 مقعد أو 80 مقعد على مستوى جمهورية السودان. وزاري أنتوا دارين لكم 80 مقعد وتقول أنتوا ما دار تشاركوا في الحكومة. طيب قال الله هم حصصات دي كيف ذاتها؟ أنتوا بتكذبوا على منو أنتوا؟ انت لك الحق انك تقعد تلقى رعيز ذاته، احنا ما عندنا مشكله، لكن انت ما تكذب، انت ما عندنا مشكله، انت ليه ما في زول احسن منك؟ انت ما اصلا دافعت
لكن انت شاركت الناس دي من اركم منها، وكان كبير مساعدين رئيس الجمهوريه يعني، ده كان شنو يعني كبير مساعدين دي. كبير مساعدين رئيس الجمهوريه ده يطلع شنو يعني؟ كان ما مشاركه، هي مشاركه دي كيف كده؟ ورونا كده المشاركه دي كيف. ما انت شاركت الحكومه، انت كحركه مسلحه ذاتك شاركت الحكومه، رايك شنو انت؟ ما تقول انا ما شاركنا، لا ليش تشاركت؟ انا بوريك انت شاركت كيف. انت شاركت في المفاوضات، الحكومه دي انت بتشارك بتفاوض فيها من قبل ما تسقط لحد هسه قاعد تشارك، ده واحد. قاعد تمولها، بتمول المؤتمر الوطني بطريقه مباشره وغير مباشره. المؤتمرات دي الدول المانحه بتدفع لها، انت بتاكل والمؤتمر الوطني بياكل. انت قال منو يعني شنو انت ما قاعد تدفع يعني؟ داري حساب منو؟ وال10 مليون دولار، 10 مليون 10 مليون دولار بتاعت المفاوضات بتاعت جوبا الاسبوع اللي قبل الفات اللي ودوها لكم في جوبا دي، اكلها منو؟ 10 مليون دولار ما تودوها لنا نيرتت انتوا. انت فاهم القصه؟ 10 مليون ده ما كلام ساكت، كلام دغري موجود في الصحف. تيجي تقول انت شوف كلام ده اللي جانا المقاومه يا جماعه، رجال اذا ارادوا السلام هم اللي يجيبوا لنا السلام. الناس الحسي قاموا والناس المتوحدين دين السلام بيجيبوهم، السلام ده لا بيجيبوا حركه مسلحه ولا بيجيبوا جنجويد ولا بيجيبوا الجيش ولا بيجيبوا اي ارزقي، دير كلهم مناصب في مناصب، دير كلهم ام الكرب بعشهم. اسمع الكلام ده كويس، الا تقول لي من في من رحم الله، هاي من رحم الله ده ما خط يده مع المؤتمر الوطني. انت فاهم القصه دي؟ عشان ما تجي تقول لي كده ولا كده بدون اسم. احنا نقول الحركات دي بدون اسم عشان ما تجي تقول والله يا اخي انت قاصد دير ولا قاصد ناس فلان. هسي نازل هسي هسي قاعدين في الخرطوم دير، ها؟ الا في ناس قاعدوا في تلفزيون نيل الازرق دير، ناس ياسر ارمان وغيره، ما كانوا شركاء المؤتمر الوطني. ما كان حد من النيل الازرق دي قدموا شنو؟ انا داير اعرف مالك اقار وياسر ارمان لما عملوا السلام قبل انفصال الجنوب هم كانوا في النيل الازرق. ياسر ارمان قدمتوا شنو في النيل الازرق؟ هل بنيتوا مدرسه واحده؟ المؤتمر الوطني اداكم كم مليار؟ بنيتوا مدرسه كشك بتاع مويه؟ بنيتوا عملتوا كشك بتاع مويه؟ ما عملتوا اي حاجه، هيك معناته انتوا كذابين. وين قروش المنظمات؟ هسي جيشكم الليله بياكل كوجه، القروش وين؟ ما قاعدين يدفعوا لكم قروش؟ انت فهمت القصه دي؟ لكن ده كله مصالح حقتكم انتوا، كله دي مصالح. نحن دايرين الرجال المقاومه، الثوره السودانيه، الناس اللي هسي امرت المبادرات دي، والله ده شغل جميل، الناس تتوجه للموضوع ده كويس؟ والناس كلها السلام ده يجي من الداخل، والسلام يكون من الداخل، ونجبر اي ولايه اي منطقه تطلع تقول عندها مطالب والطالب مطالب ومطالبها تتحقق، ويجي السلام من الداخل، والنسيج الاجتماعي ده يتربط من الداخل. ما في حاجه يقول لها حركه مسلحه تعتمد عليها ولا تعتمد على حزب، اعتمد على الله سبحانه وتعالى وعلى انفسكم الشعب السوداني، ما تعتمد لاي زول. هسي عليك الله اسالك سؤال واحد، هم بيتفاوضوا في جوبا والناس دي كل يوم بتموت، عليك الله يوم واحد رفعوا يده ورفعوا قلمهم كده من المفاوضات في النيل الازرق ولا في دارفور، بعد انه الناس اللي بيموتوا ده لحد امبارح يوم واحد ما رفعوا قلمهم ده، لسه هم بس مزوخرين ليه قدام المقاعد دي من كانت 50 لحد يزدروا 75، هسه قالوا 70 دي 70 وما اتفقوا في ال 70 ذاتها، في ال 70 ذاتها ما اتفقوا 70 مقعد وزاري. ما انتوا دارين شنو؟ قلتوا ما دارين محاصصه، انتوا ما ناس مقاعد دارين تحققوا السلام، السلام بيتحقق بمقاعد؟ يا جماعه ما تتقوا الله. ما تتقوا الله فينا يا اخي، واتقوا الله في الشعب السوداني، ما تكذبوا انتوا. عشان كده عشان كده انا بقول الحركات المسلحه اللي بتفاوض الان في جوبا ما قدرت تحمي، اسمع الكلام ده كويس، ما قدرت تحمي النازحين. ليه؟ لانه شاروا السلاح. انتوا شدتوا السلاح، ما شدتوا السلاح عشان 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 المواطن اللي في دارفور البختل، لا انتوا شدتوا السلاح عشان بس تجيبوا وتجيبوا في الشارع والحكومه دي تشوفكم عندكم سلاح ويجي يجيبوكم في وزارات، ما اكثر من كده. والله العظيم ما اكثر من كده. لا اكثر ولا اقل. فهمت؟ لا اكثر ولا اقل. لانه اول حاجه جيوشكم كان حسبتوها، اي زول بيقول انه 30,000 و4,000 و10,000، هسي كان حسبنا الجيش حقكم ده بيقول انكم 100,000 جندي، 100,000 جندي ما قادرين تحمل لكم ولا 10 معسكر في اراضيكم، وين انتوا اراضيكم المحرره ذاتها؟ اراضي المحرره وين؟
ما إلا كان عبد الواحد قاعد في محل ده، وأما أمان عبد العزيز حلو ناس ذلك بهناك قاعدين، أنتوا أخواننا دارفور دين، أراضيكم المحررة وين؟ وين أراضيكم ذاته أنتوا؟ ولا أراضيكم المحررة ده في ليبيا؟ يا جماعة ده كله ها نحن كم فتحنا الملفات دي بتجقلبه، بتقول والله حامد ده قاصدنا، وحامد ده والله ما قطع، وحامد بدو ده كله خلونا منه، أنت فاهم؟ خلونا من الكلام ده، السلام ده خليه يجيبوا لي جار المقاومة، انتوا امشوا شوفوا لكم 80 مقعد ولا 90 مقعد ولا 1000 مقعد، اصلا دي المقاعد حقتكم طيب كويس، مقاعدكم دي 80 مقعد، 80 مقعد للحركات المسلحة، وين اللي جار المقاومة؟ قول وليه ذاته انتوا اصلا تاخذوا 80 70 مقعد مثلا، 70 مقعد تاخذوها انتوا ليه؟ ولشنو ذاته؟ 70 ليكم انتم بس كحركات مسلحة؟ طيب لجان المقاومة حقها وين؟ ها؟ ولا الخيل تجقلب والشكر لحمات، تحياتنا لقى اخونا منارية، الخيل تجقلب والشكر لحمات، تحياتنا لقى باشمهندس اسماعيل التوم نحر، والتحية لكل الشباب الموجودين ديل يعني. ها؟ الخيل تجقلب والشكر لحمات، وتجي تقول لي لا لا نحن والله العظيم نحن كحركات مسلحة والله كنا نحن بنحارب ها، ووقفنا الحكومة دي بكرة واحدة، انت ما وقفتها بكرة واحدة، انت الحكومة دي مولتها، مولتها في المؤتمرات ومولتها بالبضائع، كنت بتجيب لها عربات من ليبيا وبتجيب لها عربات من اوروبا، والمؤتمر الوطني ده كان محظور، وانتم بتمشوا بتشتروا في العربات وبتوصلوا بدل توت ولا في اي دولة تانية، التجار حقنا بيمشوا بيودوا العربات بيودوها وين؟ ها؟ بيودوها وين؟ بيودوها الجنينة. انت قال ما عارف انك تروح وراي الحركات المسلحه، وين اللي جار المقاومه؟ عارف انك تروح وراي كويس، لكن ما في زول شغال بك. ليه؟ لانه انت بتدفع، بتدفع الدمغه، بتجيب العربات، بتجيب الحاجات دي كله، وبتدفع الدمغه للحركات للمؤتمر الوطني، عشان كده انت بتجيب عربات من اوروبا، وبتجيب عربات من ليبيا، وتجيب صلصه من تشاد، وتجيب سكر من وين؟ ديل كلهم ما شغالين بيك، هم عارفين انك انت تورور، لكن انت قاعد تقول والله انا اودي الحاجات دي للجنينه، وده كان اكبر خطا، انت مولت الحكومه، زي ما كان كنت يعني نائب كبير مساعد رئيس الجمهوريه، ومشي لقيت الشغل ده ما بينفع، جيت رجعت الخلا ثاني، والغيرك كتار جدا، والناس البادره، الناس اللي بتعمل السلام من زمن دكتور خليل الله يرحمه، ولحد يوم الليله في الدوحه 1 والدوحه كم ما بعرفوا لك، من زمن كان بيسوقوا الناس من مصر، انت فهمتها؟ كان ما في، كان الحركات ذات كان ما عندها قوه، كان بيسوقوا الناس كان ب $200 $300 كان في القاهره، انت فهمت الكلام ده 2008 2009، انتوا نسيتوا ولا شنو؟ ما انا كنت قاعد، انت فاهمين القصه؟ ما كلام ساكت، ناس من اردلوا انت فاهم ولا نقوم نقشهم لكم هسه، فهمت الكلام ده؟ ها الفيصل ناس الطوابع والله كلهم ليه ناس عين شمس، فهمت ده؟ بنعرفهم نحن، لكن ده كله ما عندنا ما هو شغل، لكن انت ما ده المسخ قلبنا من الحركات، انا بوريك انا حامد ده والله العظيم، لا ممكن انت تفاوض وعندك 4 مليون في معسكرات، يا اخي تعال اقعد مع ال 4 مليون دين اقعد معاهم بس، وبس خلي السلام ده يتم، وما في زول يروح له من معسكره، الكلام ده قلنا لك قبل سنه ونص او سنتين، قلنا لك ترحيل الناس ترجعهم توديهم وين؟ واحد ده من ولده 20 سنه قاعد في المعسكر ده، مولود في المعسكر او بلغ في المعسكر ده، لا ترجع توديه وين؟ المفروض المعسكر ده تكون مدينه، واراضيه دي كلها اراضي زراعيه، ترجع له حقه اي نعم ما في مشكله، لكن ما ترجعه في الخلاء، تعمر له في محله هو اللي قاعد فيه ده، كلمه تبقى مدينه، المانع شنو يعني؟ ابشوك تبقى مدينه، يتخطط وتكون مدينه في محلها، دار تودو مين؟ دي معارض السودانيه، دار تودو مين انت؟ ليه تاني ينزحوا؟ والقروش اللي انت هسه حاليا بتعملها بيوم دي كم مليار؟ اللي بيدفعها منه؟ وليه ذات القروش دي بدات تندفع ترجع الناس؟ ادفع عمر للناس. خليه يدفعوا يعمروا للناس. امر لهم في محلهم. ما توديهم تاني ترجعهم الخلل لشنو؟ يا جماعة الحكاية واضحة زين الشمس، لكن يقول لك لا لا والله، يقول لك والله الغنمات الضرب بتاعها والله بيمشي لحد رجلين التهيد، أصلا ضرب الماعز ما ممكن يمشي لحد غطي لها جعواتها، يقول لك لا لا بس بتغطي، عشان كده قلنا لك سلام جوا ده ما بيجي، تقول لي لا
انت ما فاهم القصه، انت ما فاهمها، لكن انا خليني اديك لها بالمثل. مثل بيقول الانسان الدائري يشوف عوره بني ادم بينقر بيشوف عوره بني ادم، الله يكرمك انت من دنقرت عورتك بتنشاف ورا قبل ما تشوف عوره الانسان الهسي قاعد، وانت بتدنقره عشان بيشوفوا في الشعب السوداني بيسووا في شنو، ورجال المقاومه ديت بيسووا في شنو وبيصفقوا. لكن يجب علينا احنا بعد ده ندفقكم انتوا ذاتكم، تطلع مليونيه ذات. والله انا اللي جاي المقاومه ديت كم سامين كلامي ده، نطلع علينا ذاتنا مليونيات ضدكم انتوا، مليونيات ذات ضد الحركات المسلحه. نعمل بوسترات ضدكم عديد كده ممكن نعملها، انت قال ما بتجي ولا شنو؟ نعمل بوسترات نجيب ضدكم. اوكي فهمت؟ نعمل بوسترات نجيب ضدكم. المانع شو؟ وكيل انت اصلا جاي دار لك 70 معسكر، دار لك 70 مقعد، ودار تخلي الدعم السريع لمده 10 سنه برا الجيش السوداني. ده شنو ده؟ ده شنو؟ ده كيف ده؟ ها؟ والكلام ده انتم ما قادرين تقولوا، لكن احنا بنقوله واحنا شامين الريحه. وعندنا معلومات حقيقيه انه الدعم السريع قوه موازيه لكم انتم. لمده 10 سنوات قواتكم ما بتخش في الجيش. الترتيبات الامنيه تتكلموا فيها دي المهله بتاعت 10 سنه. 10 سنه تقولوا قاعدين في المجلس الوزاري ده لمده 10 سنه، وجيوشكم دي قاعده برا بتاكل منين وبتشرب منين؟ على دمنا انتوا بتشربوا زي ده. طيب الميليشيات دي تكون على دمنا تتربى زي ده، والجيش الما نافع ده اللي بحيكلوا منه في الفتره دي. يا جماعه الكلام ده برضه كلام انتوا ماشيين فيه. انا الله غايته ما اعرف، لكن ده ما انا ما اعرف انه ده يجيب السلام في السودان. السلام في السودان ما بيجي كده، السلام ده بيجي بالمواطنين، وعلينا احنا كمواطنين كلنا لازم نقيف وقفه حقيقيه بنفس الناس الجات المبادره رد الجميل لدارفور. الناس تقيف ورا المبادره دي ما بتتبع اي حاجه، وكل المبادرات الثانيه والاجسام الثانيه الناس دي كلها تتوحد الخطه يدينكم مع بعض وتشوفوا الكلام ده. ها شوفوا له حل، حلوا ملياريه ده دارين قصيل اديل كده ده. ما تقول لي قال ده ياسر ارمان، الله ياسر بغوجو ما عندنا شغله باي زول، ما في شغل، بيجي محاصصات هاي نطلع ندقكم نما شطاركم يمو. ما دام بيجي اصلا محاصصات ما هسه ده ولو بيجي في التلفزيون 70 معسكر 70 اسم 70 مقعد. طيب ما دي المحاصصه ذاته، ما دي المحاصصات. انتوا كنت بتتفاوضوا في المحاصصات، تقول والله يا اخي الاحزاب السياسيه والله حميتي داير السلام، ولكن الاحزاب السياسيه ما داير السلام. كويس انا داير اسالكم، حميتي داير السلام ليه؟ لانه انتوا اديتوا بوين 10 سنه يكون قاعد بجيش بره حريه، كيف ما يكون داير السلام؟ لكن الليله لو قلت حميتي انت انك ناس مجرمين لازم تسلمهم لنا وتسلم نفسك لله، هاي كيف؟ بندقيه بتولي بكره ده؟ انت فاهم القصه ولا ما فاهم القصه دي؟ قال تعال انت جيب السلام. انت كده اكتب اسمك كويس اول حاجه، خليه من الحواتي اسمك زي الرجال كده، خطه هنا عشان انت تعرف ذات الناس يرد لك، لانه لو انت لو حرمه انا ما هرد لك لانه انا بحترم المرأة. لكن الراجل بردمك، اكتب اسمك كويس، قول انا فلان ابن فلان عشان تشوف البل كيف، لانه صفحتك ذاتها ما عندها اسم. ده حمادة التجاني تعال برضو، حمادة التجاني يا حمادة تحياتي لك، ما أنا دخلت في بيتكم جوا، أنت فهمت القصة دي؟ أنا ما ذكرتك تويت كمان بجاي. أول حاجة الحركات المسلحة شدوا حيلكم، لازم نطلع مليونيات تكون ضدكم في الأيام الجاية بالواضح كده، بس خلاص بقت شغلة كراسي ندفككم يا زول، أنت فهمت؟ نشاور نطلع ضدكم انتوا كلكم بين عسكر. الراي شنو يعني؟ انت قال الشارع ده انت بتقدر تكفله ولا شنو؟ ما تلعب، لكن بنوريك بنعملها كيف. اول حاجه هنطلع لك المعسكرات دي كلها برا، ونخليها لك قاعده برا هسه زي المفروشه كده، ده زي الطبق، وانت قال انك زول بتفاوضوه في جوبا خليه يرفع يده. انت فهمت الكلام ده ولا فهمته؟ عادي جدا بكره الصباح نقول جوبا الله ما بتمثلنا. انت فهمت؟ انت فاهم القصه ولا ما فاهم القصه؟ عشان ما تقعد تتبارع بكره بنقول جوا بتمثلنا في المعسكرات دي، التعرف الصوت بيصل. فهمت؟ فيبقى انه الكلام لازم يكون صح. انتوا
نحن يا جماعة أي دارين نجي في الحكم ها بعد ذاك إن شاء الله كن جينا نحن بنكون أحسن من المؤتمر الوطني. إذا الشعب أراد الكلام ده نقول لكم مرحب بكم تعالوا، وإذا رفضنا نطلع المليونين ندقوكم أنتم وندقوا الأحزاب السياسية ونشكل الحكومة. ده كله وارد، لكن ما تلعبوا بضربكم وتقولوا تسول الشعب السوداني يمين وشمال وتسول الناس كل وين وما بعرف لك. قال ها انت قاعد وين؟ قال انا قاعد وين دي تخليها يا مسكين، فهمت؟ فيجب على الحركات المسلحه الان اللي بتتحاصص المحاصصه الحسي شقاله بتاعت المقاعد، يجب ان الشعب السوداني يقعدهم. ها انتوا لازم تتخطى لكم جمله معينه كده في الايام الجايه ان شاء الله باذن الله سبحانه وتعالى. لازم يطلع لكم بوستات وهاشتاج جديد. شفت الميديا دي هتشتغل بسرعه كده، انا بوريك. وهنشتغل، انا بوريك لما نقول لك هنشتغل معناته هنشتغل شغل جديد ضد المحاصصه بتاعت الحركات المسلحه. دايرين سلام عادل وشامل، والسلام ما يخلي فيه قوات ميليشيات برا. دايرين الجيش الدعم السري كله يكون في الجيش السوداني اولا، ده بند اساسي بالمناسبه، كله يكون داخل الجيش عشان الدعم السري ده هو ذاته لو حرس الوطن خليه يعمر الدوله. اذا هو حرس الوطن خليه يعمر الدوله، يمشي ينضم في داخل الجيش السوداني هنا ويأمر الدوله دي تكون دوله حقيقيه. عشان ما ممكن انت تقعد ميليشيا، نحن طلعنا ضدك عشان انت ميليشيا عمر البشير، وهسه انت تجي تدوق 10 سنوات. والحركات اللي بتفاوض عمر البشير في زمن حياته او في زمن هو كان قاعد هسه وهسه حاكمنا، لكن بس خلينا نقولها بالراحه كده كويس؟ خلينا نقول انه والله هسه عمر البشير ده محبوس، ما في مشكله نكذب برضه. انت فاهم؟ ما في فرق، الكباشي هو صديق عمر البشير. لكن احنا رضينا بالحكومه الناقصه دي، حكومه الثوره دي، والله العظيم حقتنا واقفين معاها وعارفين من وديها لحد كيف. لكن انتوا ما تلعبوا بصراحه كده، ما تلعبوا. تعالوا عديل، حكومه الثوره دي والله شفتوها، والله اقسم بالله ما تشوفوا. قال اول امس انا شايف الكيزان طلعوا عملوا لهم حاجه وسخانه كده، مع احترامنا لهم، مع احترامنا للناس يعني، مش للكيزان، للناس اللي قاعده هنا للاسلوب ده كويس. لكن احنا الناس اذا السوار حبوا انه يطلعوا، فهمت كلامه لا فهمته، حبوا انه يطلعوا الناس بتطلع، وشايفين في هاشتاجات جديده برضه قاعده تطلع ضد الوزير العدلي ويخطوا حمدوك في صوره بتاعتكم. اقسم بالله بننظفكم من الولايات، احنا شغالين لكم في الولايات، هننظفكم نظافه والله نظافه من امها. ما تلعبوا. واي زول شوف الناس اللي هسه حاليا بتلفلف، ما تقول لي السلام، ما في زول ماسكين انتوا ناس الحركات المسلحه ديل، انتوا ديل دايرين مقاعد، ما في زول ماسك السلام ده، انتوا بس معطلينه. انتوا دايرين مقاعد وما قلتوا للشعب السوداني انتوا دايرين مقاعد، قلتوا للشعب السوداني انتوا والله يخطب، انتوا دايرين السلام والعساكر دايرين السلام والاحزاب السياسيه ما دايرين السلام. ده الكلام احنا كنا عارفينه صح، وانا قلت لهم لا الكلام ده ما صح. قاعد معانا في الجروبات بتطبق، لا والله لا زول، والله زول ما عارف اي حاجه كويس. 70 مقعد كيف؟ انا بحيي الجروبات اللي انا طلعت منها لاخواننا في الجروبات، لهم التحيه والاحترام. ها رايكم شنو في 70 مقعد دي؟ 70 مقعد، وفي ناس قلنا لهم الكلام ده برضه زمان وقت الحزب الشيوعي مسك مرق ونبذ الحركات المسلحه كويس، برضه قلنا لكم كلام برضه هسه مشى وجه. فيجب علينا نعمل هاشتاج حركات المسلح خليها ترجع لورا. اسمع الكلام ده كويس، ارجعوا لورا، جيبوا سلام حقيقي، جيبوا سلام البليق بالشعب السوداني كلكم، انتوا والمجلس العسكري والناس دي، جيبوا سلام حقيقي بليق بالشعب السوداني وبليق بمكانتكم انتوا ذاتكم كده. خلونا من الشغل اللي هسه قاعدين تسووا فوق ده، والشغل هسه ياسر ارمان ما بيجي بيتحكر فوق ده، وياسر ارمان ذاته هو نفس السلام اللي عمله في جوبا الزمان، اللي عمله في اسمه ده في نيفاشا، والسلام القطع جنوب السودان، وهسه السلام اللي هسه هو جارين انتوا جارين فيه ده، بكره بعد بكره لو ما اتفقتوا كيف؟ لو ما اتفقتوا بعد 10 سنه حميتها تقول له والله يا اخي نحن نشيل السلاح نتحارب ثاني؟ يا جماعه ده برضه ما بدينا لقدام.
المهم تحياتي لكم كثير. انا بعتذر لاي انسان قدم دعوه ما سنه ما استضيفته. تحياتنا لكم. قال المتجر الالكتروني الاول المتخصص في الساعات الاصليه. التحيه لكم ان شاء الله، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.